معلومات دقيقة طبعا ما عندناش، لأنه النظام الجزائري ما يعطيش معلومات دقيقة، والرئاسة نفس الشيء تكلموا وأعطوا معلومات، لأنه كان ظاهر أن الإعلام الفرنسي راح يعلن بوجود بوتفليقة في الخارج. لكن المعطيات السياسية المتأكدة الآن أنه ما عاد صحة بوتفليقة جيدة أو غير جيدة، أو الوضع يستمر أو لا. الشيء الجديد الآن على المستوى السياسي في الجزائر أنه بوتفليقة ليس له إمكانية حتى يحضر نفسه العهد رابعة. كان حتى للأمس كل المتتبعين للوضع السياسي في الجزائر أو في الخارج يتساءلون هل بوتفليقة راح يترشح العهد رابعة. اليوم عندنا الجواب، موش ممكن لبوتفليقة أن يترشح للعهد رابعة، وهذا يفتح الباب لمن سيأتي من بعد. هل مرة أخرى في التاريخ بعد 50 سنة الرئيس القادم، الرئيس ما بعد بوتفليقة، سيختاره جنرالات المخابرات أو سيختاره الشعب؟ هذا هو الشعب لازم يركز على هذه المرحلة، أنه أما هو ياخذ القرار ويقرر وينتخب من يريده الشعب، من يحكم الشعب، وأما مرة أخرى المخابرات هي اللي تقرر من يكون رئيس ما بعد بوتفليقة، لأنه بوتفليقة انتهى. أكثر شيء إذا كمل العهد الثالثة راهو مليح. بالنسبة للأنباء، بعدما قرر يوم أمس، بعدما قرر بعد ما صرا له، قرر أنه يرحل إلى فرنسا. هو يعرف، أخوه يعرف، والذين معه يعلمون جيدا أنه في فرنسا هناك إعلام حر. ومباشرة بعد وصوله إلى المستشفى العسكري في باريس تخرج المعلومة في الإعلام. فقرروا أنه يسبقون هذا الشيء، ويعلنون هم أنه مريض وأنه أصاب بسكة قلبية، وقبل أن يخرج الإعلام وتكون يعني كالمرات اللي سبقت لي رومور، وما يتحكموش في الأمور. هذا هو السبب. والسبب الثاني يكون لقص يقطع التاريخ عن في حرب العصابات اللي يقودها هو ضد المخابرات، حتى ما يستعملوش مرضه. فقرر هو أنه يخرج للإعلام ويسير الإعلام هو بيده. هذه طبيعة النظام الجزائري، دائما من يعارضهم يخونوه، ومن يكون ضدهم أو ينتقدهم يخونوه ويقولوا هذا عميل لفرنسا وعميل لقطر وعميل لأمريكا وعميل لكذا. ومن يتعامل مع فرنسا ومع قطر ومع أمريكا هما بعد، وهو يعني ما عندوش ثقة في المستشفيات الجزائرية، وما عندوش ثقة في المستشفى العسكري في الجزائر تاع النعجة. ويجي كل مرة يجي لعند فرنسا اللي يخون بها الناس، يجي يعطي حياته، يعطي قلبه، يعطي دمه في أيدي الأطباء العسكريين الفرنسيين، وما يعطيش، ما عندوش ثقة في الأطباء العسكريين الجزائريين. هذا النظام الجزائري، هذا هو، وما راحش يتبدلوا إلا إن بدلهم الشعب.